أهلا وسهلا بالجميع في تلفزيون مدريد ليوم الشباب العالمي. في زمن الحرية والمساواة وحقوق الإنسان، عيش الإيمان في أماكن عديدة من العالم يكاد يكون جريمة. آلاف الشهداء بالدم من أجل كلمة المسيح، استحالة بناء كنائس في أحياء مليئة بالمسيحيين. ضمن أعمال البرنامج الثقافي ليوم الشباب العالمي يقام معرض صوري بعنوان الكنيسة المضطهدة تحت رعاية مؤسسة مساعدة الكنيسة المتألمة. في يوم افتتاح المعرض، المسؤولة عن القسم الثقافي في يوم الشبيبة العالمي أكدت: من خلال هذا المعرض نريد أن نقول لإخوتنا في الكنائس المضطهدة إنهم ليسوا لوحدهم. فريق عمل تلفزيون مدريد ليوم الشبيبة العالمي زار المعرض والتقى بأحد مسؤولي المنظمين للمعرض. مساعدة الكنيسة المتألمة هي مؤسسة تعنى بمساعدة الرعوية لمسيحيي الكنائس المضطهدة والمتألمة والمحتاجة. في عالمنا اليوم هناك 350 مليون مضطهد مسيحي. هذا الرقم الهائل مؤلم وصعب على القبول، لكن بالرغم من ذلك علينا تعريفه على العالم. لقد أحببنا كمؤسسة أن نقوم بهذا المعرض للتعريف بالكنيسة المضطهدة من خلال الصور، لأننا نعيش في عالم صوري. بهذا المعرض نقدم الواقع الحالي لأربع قارات، خصوصا من الدول التي تعاني بصورة أكبر من الاضطهاد. أحببنا أن نقاسم رسالة الألم والاضطهاد، وأيضا رسالة الرجاء، حيث الألم يوجد ثمار الرجاء. الشباب القادمون ليوم الشبيبة العالمي يبحثون عن الفرح، وعند مشاهدتهم المعرض يفاجؤون بالألم، لكن بذلك نأمل أن يتعرفوا على هذا الواقع وأن يمس قلوبهم ويصلوا من أجل المسيحيين المضطهدين ويقاسمونهم الألم، لأنه في النهاية حسب رأيي مسيحي الدول المضطهدة هم الذين يقومون بتبشيرنا. قد رأينا أن المعرض لا يريد إظهار الوجه السلبي والحزين للكنائس المضطهدة، إنما يريد أن يقول أن الكنائس المضطهدة مع الصليب تعيش الإيمان أكثر قربا بالمسيح. الكنائس المضطهدة هي ليست كنائس حزينة، إنما كنائس مليئة بالفرح والرجاء.